السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا على قناتي وقناتكم اللي هي جميلة بريستيج. موضوع جديد وتويب من الزمن الجميل، التوب ديال البرودي كما كتشوفوا معايا. هاد التوب هذا يعني من الناس القدام، طبعا هما اللي غادي يعرفوه، يعني كان عند الامهات ديالنا والجدات كذلك، فكان معروف هاد التوب هذا عندهم، كانوا كيلبسوه صراحه بزاف، هو العديد من الاثواب. مي هاد التوب هذا سبحان الله، يعني هاد العمل الاخر رجع، ولاو الناس كيلبسوه وكيدخلوا فيه يعني الاشياء الجديده. فهاد الكيانه هادي اختارت انها دير ليه الراندة تلبيسه طبعا بالجلابه ديالو. كما كتشوفوا هنا الراند هابطه حتى لتحت. طبعا هاد اللون هذا راه هو ديال الجلابه، انا ملي غادي نلبس الجلابه غادي تبان ليكم كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للناس اللي ما يعني صعيب انه يفصلوه ولا هذا، يتواصلوا معايا في الخاص ونوريهم الطريقه ديالو. هنا انا فضلت انني ما نديرش ليها كما كنقولوا الدرس ولا اي حاجه، فنخلي الكمام هما اللي نخليهم هنايا. بالنسبه لهاد هاد التنتيف هذا اللي كيكون حتى هنا انا دخلته، فهي اختارت انها تدخل وما بغاتش انها تخليه حتى هو على برا، فممكن انكم تخليوه على برا. كما كتشوفوا معايا الكميمات صراحه هنا جات جاو ديكور زوين، فبقاو منهم فيهم كذلك. حتى في الفتحه غادي نوريها لكم انني خليتها حتى هي كما كتشوفوا، باش تبقى الفتحه حتى هي من التحت وهي طالعه كما قلت لكم على طول ديال الشلابه. هاد التويبات هادو فكاينين هنا، يعني كاينين موجودين بالنسبه للناس ديال كازا، راهم كاينين في حي الفرح. كنظن 50 درهم للمترو باش كيتباع، فتمنى انه يعجبكم هذا الموديل هذا. دابا غنوريكم التلبسه ديالو كيفاش جات. وهنايا هذه هي الجليبه ديالو، شوفوا كيفاش كتجي، صراحه كتجي انيقه ومتوله. شوفوا هنا هاد الخديمه، هنا انا القبرة درته كبير باش كيبان الفرق ما بين صراحه الخدمه ديال الدار والخدمه ديال السوق، بلا ما يهاجموني صحاب السوق. هنا الكورميط على جوج شعرات هابطه حتى لتحت، كاينين الناس اللي كيديروها على ثلاثة، مي انا هنا فضلت على جوج شعرات، واخا صراحه كتكون فيها الخدمه مي انا فضلت على جوج شعرات. طبعا الافتتاحات درتهم ليها في الجنب ديال الشلابه كما كتشوفوا باش يبان القفيطين من التحت، والقفطان درنا ليه الفتحه من القدام كما كتشوفوا معايا. كنتمنى فعلا هذا الموديل انه يروق الاعجاب ديالكم وتاخذوه كفكره، يعني تخالفوا شويه على الاثواب اللي كاينين دابا، على جوهره ومسلين وبزاف ديال الحوايج بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني ينوعوا، كيكون بغيو يكونوا مختلفين ماشي كلشي يلبس بحال. كما كتشوفوا معايا هنايا، هنا درنا الكورميط كما قلت لكم على جوج شعرات هذه، وهنا درنا غير سنينات خفاف. هنا كذلك راه طلعنا الكورميط حتى في الكول كما كتشوفوا. انا من الناس اللي ما كنبغيش صراحه، دائما كنوصي المعلمات انهم ما يديروش لي سنينات في الكول الا لا دومونداتو، يعني صراحه الكليانه مي انا ما كنبغيش، كيجيني حلو بحال هكا بالراند احسن، وتسد بصديفه بحال هكا. هنا راه الخدمه كلها ديال البياسه كلها رانده، حتى المونتاج البنات فكله رانده كما كتشوفوا معايا. القبعه حتى هو درنا ليها السنينات، فوالا انا كنتمنى فعلا انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني بزاف على رقم الهاتف، فهو دائما كيكون عندي في الانستغرام كذلك في تيك توك، راه انا كنخليه لكم في صندوق الوصف، كنخلي لكم لي باج ديالي كلهم، الانستغرام وتيك توك وحتى الفيس. وغادي نخلي لكم هذه المره الانستغرام ايبانغلي باش الناس يعرفوه، بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدخلوا عندي يسولوني على اي حاجه. بالنسبه للفصاله ديال هذا البرودي كما قلت لكم، مرحبا دخلوا عندي الخاص في الانستغرام ومرحبا. ان شاء الله مازالين موديلات اخرين. كنتمنى انكم تبارطاجيو القناه ديالي، كنتمنى فعلا انكم تدعموا القناه باش تعم الفائده، ويعني يكون شويه ديال التشجيع باش معاو ثاني ما يطرحش ليا بحال المره الاخرى ونحبس منها. فنتمنى انكم تشجعوا القناه ديالي. طبعا غادي نقول لكم هذه قناتكم قبل ما تكون قناتي، ما تنساوش من تعاليقكم اللي هي اللي كتحفزني على انني نحط اكثر واكثر. طبعا كانت معكم جميله بريستيج على قناتي وقناتكم.